أهلا بكم مشاهدين إلى أبرز الأخبار في دقيقة. أسواق ريف الحسكة الجنوبي تنتعش من جديد بعد طرد داعش. الرئيس الأمريكي يهدد بوقف المساعدات عن الدول التي ستدين قراره بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. رئيسة الوزراء البريطانية تؤكد للملك سلمان بن عبد العزيز التزام بريطانيا بأمن السعودية. قتل العشرات من الحوثيين بضربات لقوات التحالف في الساحل الغربي لليمن. وفي أخبارنا المنوعة، مطعم مصري يخصص ساعة يومية ليقدم وجبات مجانية للمحتاجين. وفي الصحة، شريحة ذكية تزرع في الدماغ لردع المجرمين. ودراسة حديثة تؤكد الإحباط يسبب الكوابيس. أخيرا في الرياضة، باريس سان جيرمان يهزم كايان ويتصدر الدوري الفرنسي.